السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعبة اسمها ماينكرافت، من الألعاب القوية جدا، و هنا بتعلم برمجة وبتعلم تصميم وبتعلم حاجات في العمارة. هنا بتفهم فكرة البرمجة من غير ما تدخل في أكواد، بتبدأ تفهم فكرة البرمجة. يعني على سبيل المثال، هنا طالب مني إيه؟ الشخص دوت عايز أكتب له كود صغير خالص بحيث يقف على العلامة ديت، تمام؟ بيديني امر ان انا اتحرك موف مره واحده لحد ما يقف هنا، اللي ان انا اخد الحركه دي تحريك اليمين واحطها عند التشغيل، تمام؟ وبعد كده اقول له تشغيل، تمام؟ طيب فرض ان انا حطيت حركتين، تشغيل اتحرك فوق الصندوق دوت ويصبح الباب مفتوح، لا لازم اتحرك مره واحده بحيث ان انا فتحت الباب لصاحب انه يخرج، ومن خلال الاسهم هبدا احركه بالشكل دوت. مطلوب مني ايه؟ ان انا اجمع الجوائز، فابدا اتحرك بالاسهم لحد ما اخد الجايزه، تمام كده. يبقى انا عديت اول مستوى، ادخل للمستوى التاني. الفكره كلها ان الطفل يتعلم فكره البرمجه من غير ما يدخل في اكواد وشفرات والحاجات ديت. فبيقول لي ستيف لازم يروح عند العلامة ديت، تمام؟ فأنا هبدأ أقول له بقى دي تحريك مثلا الأمام، ده الشخص ده يتحرك الأمام مثلا خطوتين مثلا، تمام؟ طيب خلينا نجرب. وبعد كده في إن هو يتجه ناحية اليمين، يتجه ناحية الشمال، نكرر الموضوع ده أكتر من مرة أساس يفهم فكرة التكرار اللي بيبقى موجود في الأكواد. نقول تشغيل مثلا، خلاص هو كده فتح الباب. هل ده ممكن يتحرك كده مثلا؟ تمام كده خلاص خد الخريطة، تمام. انت كتبت سطرين، فبيبدأ يتكلم، انت بيقول لك انت عرفت شفرة الكود. هو بيقول لك شفرة الكود لو انت هتكتبها هتكتب move forward، تمام. وبيديك تبدأ يديك معلومات بحيث ان انت تقدر تخلص اللعبة في وقت قصير. كل مرة بيديك أوامر أكتر تقدر تتعلمها، في فيديو تعليمي. القصد ان اعلم ابنك البرمجة، خليه يدخل على حاجة زي دي حاجات ظريفة وتخليه بسهولة يفهم فكرة البرمجة، يفهم القواعد البرمجية من غير ما يدخل في شفرات وأكواد وحاجات زي كده.